لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من صحيفة صوت العراق، ونقرأ منها مقالا بعنوان العراق دولة الميليشيات والفساد، من تأليف سعد الكناني. يناقش تأثير الميليشيات والفساد السياسي على العراق. الكناني ينتقد الوضع السياسي في العراق، مشيرا إلى حضور رؤساء ووزراء في احتفالات تأسيس ميليشيا العصائب التي تعتبر جزءا من الحشد الشعبي ومصنفة دولية كإرهابية. يرى الكناني أن النظام السياسي في العراق الذي يعتمد على المحاصصة والطائفية يخدم مصالح الأحزاب المرتبطة بالخارج، ولا يؤدي إلى بناء دولة وطنية مدنية. يختم الكاتب بالتأكيد على أن العراق لن يتقدم دون تغيير جذري يقضي على الميليشيات، مع التأكيد على الهوية الوطنية وحقوق الإنسان. ليس غريبا حضور رئيسي الجمهورية والوزراء وبعض الوزراء وبعض زعماء ائتلاف إدارة الدولة وجميع زعماء الإطار حفل ذكرى تأسيس ميليشيا العصائب يوم الثالث من أيار عام 2024. هذه الميليشيا التي ساهمت مع أقرانها في تدمير البلاد والعباد، والعجيب ولا عجب في العراق أن هذه الميليشيا بزعيمها وبعض أفرادها مصنفة ضمن قائمة الإرهاب الدولية ومشمولين بالعقوبات الأمريكية. رغم ذلك جاء الحضور لتعزيز إرهابها. ماذا تسمى هذه الدول؟ وعندما تكون أرض البلاد مستباحة وتتحكم ميليشيات مصنفة دولياً بالإرهاب بمقدراته، ويفضل الحاكم مصلحة دولة أجنبية على مصالح بلده العليا، لا يمكن أن نطلق عليها دولة بالمفهوم الوطني. كما أن ملاليا إيران يصرحون دائما أن العراق جزء من إيران، ولم يرد أي مسؤول على هذه التصريحات لكونها مقبولة من قبل الإطار التنسيقي. نعم، في العراق توجد سلطة، ولكن لا توجد دولة، وبدون قيام نظام سياسي ديمقراطي على قواعد الهوية الوطنية باعتبارها العنوان الرئيسي بلا هويات فرعية، والقضاء على الميليشيات واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي وتعزيز قوة القانون والكفاءة هي التي تتقدم، لن يصلح وضع البلد وسيبقى في فوضويته تحت عنوان دولة الميليشيات والفساد. إلى موقع كتابات ومقال بعنوان عراق الغد، ثوابت القرار وجوقة اللئام، للكاتب مازن صاحب، يعرض نقدا للسياسة العراقية وتأثير الأيديولوجيات الخارجية على تشكيل الدولة. يتناول الكاتب كيفية تأثر العراق بالنفوذ البريطاني والأمريكي، ويشير إلى أن السياسة تدار بناء على المصالح وليس العلاقات الثابتة، ويسلط الضوء على الفساد والمحاصصة السياسية التي تقوض الهوية الوطنية وتحول دون تحقيق الوحدة، وكيف أن الأموال التي يجب أن تستخدم لإعالة العراقيين تهدر في مؤسسات فاسدة. ينتقد الكاتب أيضا النهج الحالي في التعامل مع الجماعات المسلحة والمشاريع الاقتصادية مثل عقود النفط والغاز، مشيرا إلى نقص الشفافية والتأثير السلبي على البنية التحتية الثقافية والتاريخية للبلاد. تكرار مأساة رهن ثروات العراق النفطية تحت عنوان عقود التراخيص الاستخراجية، حتى وصل الأمر للتعاقد مع شركة أوكرانية غير معروفة فقط لإرضاء العمة السفيرة الأمريكية في سفارة الشر كما يطلق عليها. وهناك عقود استثمارية في النفط والغاز بلا شفافية الإحالة أو شفافية الإفصاح عن جدوى المشاريع. في مقابل ذلك حروب بين الفاشينستات والبلوغرات، حتى تحولت المدرسة المستنصرية بكل ما في معايير الحفاظ على المباني الأثرية إلى مجرد قاعة أعراس. وحتى اليوم لم يكشف عن تلك الجهات التي تقف وراء تكاثر الملاهي الليلية وبيوت الدعارة والاتجار بالجنس الأبيض وغيرها من الجرائم الجديدة، ناهيك عن جرائم الابتزاز الإلكتروني، ومن يقف وراءها أكثر قوة من قوات إنفاذ القانون.
تلك حقيقة لا بد من مواجهتها في اتفاق سياسي وطني يمنع وصول المخدرات للمدارس، يلغي منافذ حدودية غير رسمية، يوقف جماعات مسلحة بعناوين جهادية خارجة عن سيادة الدولة. وتلك لعمري مهمات بطولة في أولمبياد مفاسد المحاصصة التي تكبل أي قرار سيادي، ومن يقول غير ذلك يجانب الصواب. قال شبكة سكاي نيوز البريطانية إن وثائق سرية تظهر أن حكومة المملكة المتحدة حاولت في مرحلة ما استخدام العراق من أجل التعامل مع طالبي اللجوء العراقيين بطريقة مشابهة للخطة التي اعتمدت مع طالبي اللجوء من رواندا. التقرير الصادر عن شبكة سكاي نيوز البريطانية يكشف عن وجود اتفاق غير معلن بين العراق وبريطانيا بشأن طالبي اللجوء العراقيين. الوثائق تظهر أن هناك تعهدات بعودة العراقيين بصيغة طلب الخيار دون إعلان عام، وهو ما يثير تساؤلات حول شفافية وأخلاقيات هذه السياسات. قال شبكة سكاي نيوز البريطانية إن وثائق سرية تظهر أن حكومة المملكة المتحدة حاولت في مرحلة ما استخدام العراق من أجل التعامل مع طالبي اللجوء العراقيين بطريقة مشابهة للخطة التي اعتمدت مع طالبي اللجوء من رواندا. وبحسب التقرير البريطاني فإن الوثائق تظهر أن هناك اتفاقية بين بريطانيا والعراق حول خطط لإعادة اللاجئين لم يعلن عنها رسمياً، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي إلى إبعاد أشخاص من بريطانيا إلى بلد تنصح الحكومة البريطانية بعدم السفر إليه، مشيراً إلى أن البلدين لديهما بالفعل اتفاقية حول إعادة اللاجئين، وإنما فقط للأشخاص القادمين من العراق. وتشير مراسلات مسربة بين مسؤولين رفيعي المستوى إلى وجود التزامات العودة العراقية التي تم تقديمها وفق صيغة طلب الخيار وإن تتم بلا إعلان حولها، مضيفاً أن لندن كانت على استعداد للمضي قدماً في تطبيقها إلا أنها لم تكن ترغب في اتفاق رسمي أو اتفاق معلن. وبحسب التقرير البريطاني فإن هذا المسعى كان يجري برغم أن الحكومة البريطانية تنصح عبر موقف وزارة الخارجية رعاياها بعدم السفر إلى أجزاء من العراق. إلى مقال بعنوان رفح وانتظار المذبحة من مسافة قريبة للكاتب نزار السهلي، يناقش الأوضاع المأساوية في غزة خصوصا رفح، حيث يشير إلى استمرار الجرائم والمجازر التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. يدين الكاتب أيضا الفشل الدولي في وقف هذه الأعمال، وينتقد بشدة الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة والصمت أو التواطؤ العربي الذي يسمح بتفاقم الوضع. يحذر الكاتب من مذبحة محتملة في رفح، ويعرب عن خيبة أمله في الرد الدولي والعربي على الوضع الحالي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا في الدفاع عن أرضه وحقوقه. فالشعب الفلسطيني اليوم يعي تماماً أن جرائم الإبادة في غزة أسقطت أولاً وقبل كل شيء البناء النظري الذي استمد قوته الوهمية من حالة الانهيار العربي حول فلسطين وأسسه المتهالكة في أنظمة عربية مستمرة بالاستناد على سياسة أمريكية صهيونية تنتج الوهم للعرب وتبقي الأرض والحقوق الفلسطينية نهباً لأطماع صهيونية واضحة في الإبادة. ويجب التنبه إلى مسألة التحذير من مذابح ستطال مدينة رفح في غزة، والاستكانة لعبارات أمريكية وغربية وعربية ممجوجة درجت عليها كل الأطراف منذ 7 أشهر، وأكدت نتائجها الصهيونية على الأرض صحة المواقف التي ذهب إليها الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأن المسافة التي قطعها الشعب الفلسطيني منذ أوسلو حتى طوفان الأقصى مسافة كبيرة لا بمقاسات الزمن وحسب، وإنما بمقاسات القيم والحقوق واختلاف الأدوار والمواقع. ولمن يريد أن يقيس ذلك بإمكانه أن يمد بصره نحو كولومبيا ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا وإلى جامعات غربية وشوارع ومدن حول العالم ولعواصم عربية تقهر كل يوم وهي على مسافة قريبة من الإبادة.
إلى صحيفة الجارديان ونقرأ مقالا لصحفية نسرين مالك يتناول الأحداث داخل الجامعات الأمريكية ومخيمات دعم غزة، مسلطا الضوء على التحول في الوعي السياسي لطلاب الجامعات الأمريكية وتضامنهم مع القضية الفلسطينية. هذا التحول يمثل تحديا كبيرا للإدارات الجامعية والسياسات الخارجية التقليدية، ويظهر تأثير النشاط الطلابي في إعادة تشكيل النقاش العام حول القضايا العالمية. المخيمات داخل الجامعات مثل المخيم في جامعة كولومبيا تحولت إلى رموز للمقاومة والتعبير عن التضامن، حيث يشارك الطلاب في تنظيم وإدارة الاحتجاجات بشكل يظهر نضجاً وإصراراً على تغيير الوضع القائم. الدعم الواسع النطاق من مختلف الأعراق والخلفيات يعكس الطبيعة المتنوعة والشاملة لهذه الحركات، ويؤكد قوة التأثير التي يمكن أن يحققها الطلاب عندما يوحدون جهودهم من أجل قضية عادلة. وفي جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات التي زارتها الكاتبة في نيويورك وواشنطن، حيث نظمت احتجاجات أصغر تقول إن ما رأته وسمعته كان عبارة عن شباب مثقلين بعبء أخلاقي مستحيل، الشعور بأنهم كطلاب في جامعات أقوى حليف لإسرائيل يقع على عاتقهم المسؤولية عن فرض إعادة تقييم لموقف الأمة بشأن غزة، ومع ذلك فقد حملوا الخوف من كل ما يمكن أن يصيبهم نتيجة الانحياز ضد المصالح التجارية والإعلامية والسياسية القوية. وقالت إنه عندما أوضحت المخاطر التي قد يواجهها تعليق دراسته وفقدان السكن والرعاية الطبية والإضرار بالسمعة والإضرار بآفاق التوظيف، رد عليها إيدان بأن الطلاب في غزة ليس لديهم مدارس للاحتجاج فيها، ليس لديهم رعاية طبية يمكن أخذها منهم، هذا لا شيء مقارنة بما يعيشونه. وأضافت أن هذا الشعور كان شعورا مألوفا لدى الطلاب الذين التقت بهم، وهو ما أعادها إلى غزة كنوع من البوصلة للحفاظ على الاتجاه وتذكر المخاطر. وقد جاء ذلك مع الإدراك المفجع والمرعب بأنه لا يستطيع سوى الشباب القيام بهذا، حيث لم يكسرهم بعد الاضطرار للتنازل ولا يفكرون بتقليص الخسائر عند وصولها، فلديهم بوصلة أيضا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة، هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. توسعت الاحتجاجات الطلابية الداعمة لوقف العدوان على قطاع غزة التي تطالب بمعاقبة إسرائيل على جرائمها لتشمل تظاهرات واعتصامات في جامعات العديد من الدول، من الولايات المتحدة إلى فرنسا وبريطانيا وكندا وسويسرا وأستراليا والمكسيك.
وانتشرت احتجاجات الطلاب على وقع الاعتصامات الكبيرة التي شهدتها جامعات أمريكية والتي جرى اعتقال أكثر من 2000 طالب فيها بعد فض الشرطة مخيمات الاعتصام، خصوصا في جامعات كولومبيا وجورج واشنطن وكاليفورنيا. في فرنسا تدخلت قوات الشرطة لإخراج عشرات الناشطين المؤيدين لفلسطين من معهد العلوم السياسية العريق ساينس بو في العاصمة باريس، واعتصم نحو 100 طالب مؤيدين لفلسطين في قاعة في ردها مبنى تابع لجامعة لوزان، مطالبين بمقاطعة أكاديمية المؤسسات الإسرائيلية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نلقاكم بإذن الله.